أصبحت انتهاكات السلطات في مصر منذ تولي عبد الفتاح السيسي لا تحصى ولا تعد، وتفنن النظام المصري في الحيل القانونية لإلجام أي صوت معارض، ومن بين هذه الحيل تدوير التهم التي تمكن السلطات من إبقاء المعتقلين وراء القضبان إلى ما لا نهاية دون محاكمة. نطلع على مزيد من المعلومات حول هذه الظاهرة في مصر مع مايا عواضة، ثم نبدأ النقاش. في السجون المصرية المكتظة يواجه السجناء السياسيون المصريون خطر البقاء لسنوات طويلة بسبب اتهامات جديدة قد توجهها لهم السلطات الأمنية قبل إخلاء سبيلهم، ما يعني تمديد حبسهم تلقائيا إلى مدة غير معروفة. اسم هذه الظاهرة التدوير، في إشارة إلى إعادة توجيه الاتهامات نفسها تقريبا ولكن في قضايا جديدة، والهدف واضح، عدم خروج المعتقلين من السجن، وبذلك ينتقل السجناء بوصفهم متهمين من قضية إلى أخرى، ما قد يؤدي إلى بقائهم وراء القضبان سنوات طويلة حتى لو صدر قرار بإخلاء سبيلهم في القضية الأساسية التي احتجزوا بسببها. الصحفية سلافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام السيد تم توقيفهما مع صديق في نوفمبر، وتم توجيه اتهامات للثلاثة بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. بعد عام تقريبا وجهت إلى مجدي اتهامات في قضية جديدة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وجودها في الحبس. عبد الرحمن طارق أو موكا حالة أخرى، أضرب مؤخرا عن الطعام 53 يوما، كان يفترض أن تنتهي فترة احتجازه في أكتوبر الماضي، ولكن بدلا من أن ينعم بالحرية تم توجيه اتهامات جديدة إليه بنشر أخبار كاذبة عن فيروس كورونا والانضمام إلى جماعة إرهابية، وأمضى موكا في الإجمالي 6 سنوات في السجن في قضايا مختلفة. ويتهم الحقوقيون السلطات بتمديد الحبس إجراء عقابيا تلجأ إليه لإسكات أي صوت معارض، فبحسب القانون المصري يمكن أن يستمر الحبس الاحتياطي 2 عامين، لكن لا توجد أي آلية قانونية للاعتراض على الحبس الاحتياطي، ما يعني إمكانية تدوير الاتهامات في قضايا جديدة بدون حدود. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فما كان استثناء أصبح القاعدة، إذ أصبح طبيعيا حبس المتهمين احتياطيا بعد توقيفهم بدلا من إخلاء سبيلهم إلى حين محاكمتهم، وأصبح طبيعيا أن يمنع المحامون من الاطلاع على ملفات القضايا والأدلة والتحقيقات، وأصبح طبيعيا أن يمدد الحبس الاحتياطي. 60,000 سجين سياسي موجودون في السجون المصرية، بينهم إسلاميون وعلمانيون وأكاديميون وصحفيون ومحامون وفنانون. شكرا لمايا على هذه المعلومات. وتنضم إلينا من جنيف عبر سكايب ياسمين هاجر المتحدثة باسم منظمة كوميتي فور جاستس. أهلا بك ياسمين معنا. إذن شكرا بداية على هذا التقرير المهم الذي يكشف الكثير من خبايا طبعا وحيل النظام المصري. عنوان التقرير سنة 2020، هل هذه الانتهاكات، ونحن اليوم نسلط الضوء على ربما أمر واحد أكثر من غيره وهو التدوير أو الاستمرار في الاحتجاز لأكثر من 2 عامين عبر توجيه تهم إضافية، هل هذا الانتهاك حصري في العام 2020 أم أنه يسبق ذلك بكثير؟ شكرا على الاستضافة وتحياتي للسادة المشاهدين. في الواقع تقرير منظمة Committee for Justice ينضم لسلة من التقارير التي تم نشرها في السنوات السابقة، والتي أيضا بدورها وثقت ورصدت الانتهاكات العديدة التي تمارسها الأجهزة الأمنية المصرية ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب رأي وأيضا متظاهرين سلميين. أبسط ما قاموا به هو التمتع بحقوقهم وحرياتهم التي نص عليها الدستور المصري والقوانين المصرية، وأيضا ضمنتها القانون الدولي الذي أمضت عليه مصر. في الحقيقة عام 2020 كان الانتهاك الأبرز هو انتهاك الحق في الدفاع، ولكن كل من الانتهاكات أيضا رصدها
رفضها التقرير، منها التدوير كما ذكرتم في تقريركم وفي المقدمة، وأيضا حالات الاختفاء القسري العديدة والتعذيب أيضا، وأيضا حرمان بشكل عام، حرمان المتهمين والمعتقلين في السجون المصرية من حقهم في المحاكمة العادلة. نعم ياسمين، التدوير يعني كيف استغل النظام المصري جائحة كورونا، طبعا مثله كمثل أنظمة ديكتاتورية ومستبدة كثيرة في أنحاء العالم كما استغلت جائحة كورونا، كيف استغلها في هذا، طبعا في تكريس هذا الانتهاك وغيرها من الانتهاكات؟ في الواقع جائحة كورونا لم تأتي بما هو جديد، ولكنها إن صح القول هي التي أفاضت الكأس. فالأجهزة الأمنية المصرية حاولت استغلال الوضع من خلال جائحة كورونا للقيام بالمزيد من الانتهاكات. فمثلا حق الدفاع، فقط للشرح للمشاهدين، حق الدفاع هو أساس لحماية المتهم الذي يمثل أمام الدولة في كل أجهزتها وعتادها، لحماية حقوقه بالمحاكمة العادلة، منها معرفة حقوقه كمتهم، الاتهامات الموجهة إليه، الإثباتات التي يدعيها المدعي عفوا، والتي وجهت هذه الاتهامات في الأساس. جائحة كورونا أيضا، مثلا اسمحي لي الإضافة بأن جائحة كورونا أيضا سهلت عملية التدبير بحجة كورونا صحيح بالضبط، والإغلاق الجزئي الذي حدث في مصر، منعت المحتجزين والمعتقلين من المثول أمام القاضي أو أمام النيابة لحضور الاستماعات والتحقيقات، فتم تدبيرهم تلقائيا بتعلة الجائحة، وتم تدبيرهم على قضايا جديدة أو تمديد اعتقالهم بشكل تلقائي دون اطلاعهم أو حضورهم، ودون حضور المحامين خاصتهم، دون علمهم حتى. بالإضافة إلى أن جائحة كورونا سهلت شرعنت هذه الانتهاكات، فشهدنا أن مع بداية الجائحة تم تنقيح قوانين تنتهك حقوق الإنسان بشكل كبير، منها قانون الكيانات الإرهابية وقانون الطوارئ، وأيضا شهدنا أن هناك مرسوم صدر من قبل وزارة الداخلية تمنع وتحرم المحتجزين والسجناء من حقهم في الزيارة من قبل عائلاتهم. نعم. طب ياسمين، ما تفسيرك لهذا الصمت حيال هذه الانتهاكات التي ترتكب في مصر تحديدا؟ يعني انتهاكات كثيرة لبلدان عربية أخرى لاقت اهتمام دولي ومثلت أو شكلت ورقة ضغط على هذه البلدان وهذه الأنظمة والحكومات. الحالة المصرية لا تشبه هذه الحالات، لماذا برأيك؟ ما تفسيرك لذلك؟ للأسف مصر لها علاقات دبلوماسية وعسكرية وسياسية مع العديد من البلدان التي لها القوى والضغط السياسي. بالرغم من ذلك نجد أن هناك تحرك، فمثال المبادرة المصرية للحريات الشخصية عندما تم اعتقال مديرها التنفيذي وبعض أعضائها، ثم هناك ضغط دولي كبير صحيح، أدى إلى الإفراج عنهم. إلا أن الضغط كان ولكن ربما لسه في إلا أن الضغط الدولي في هذه القضية تحديدا كان على لسان شخصيات عامة وليس شخصيات سياسية، صحيح؟ صحيح جدا، أوافق الرأي. في الحقيقة نحن نحاول كمنظمات مجتمع مدني وحقوقي نعمل عن مصر، ولكن أيضا لنا علاقات مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، نحاول بشكل كبير. مؤخرا كان هناك بيان أمضاه 100 منظمة حقوقية، إن كانت محلية عربية ودولية، للضغط على مجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات حقيقية بما يخص الآليات، ونتمنى أن يكون هناك اتخاذ إجراء، إن كان بيان جماعي، إن كان قرار جماعي من قبل مجلس حقوق الإنسان للضغط أكثر على الحكومة المصرية. نعم طبعا، اليوم في عصر التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي من الصعب على الأنظمة
أن تمارس قمعها بصمت مطبق كما كان الحال في السابق. ومع ذلك الكثير من الأنظمة العربية أو الدولية ما تزال قادرة على ممارسة هذا العنف المفرط وعدم إخراجه إلى العلن. ما هي الوسائل التي تتمكنون عبرها أو تمكنكم من الحصول على هذه المعلومات الدقيقة وعلى توثيق هذه الانتهاكات؟ لأتكلم بشكل شخصي بمثابة عملي في منظمة تعمل من جنيف، ولكن هي لها شبكة واسعة من المحامين والمدافعين والنشطاء الذين يعملون من داخل مصر ويحاولون الوصول إلى أوراق هذه القضايا. فمثلا التقرير الذي بين يدينا اليوم هو يعالج 90 قضية متهم فيها أكثر من 3200 متهم. كل تلك التوثيقات تتم من خلال وصولنا المباشر إلى هذه الأوراق من خلال شبكة المحامين التي نتواصل معها بشكل مباشر عبر الوسائل الإلكترونية، ونقوم بتحليل هذه الأوراق أو ما نتمكن من نعم. الوصول إليه من هذه الأوراق، ونحاول رصد وتوثيق هذه الانتهاكات. نعم، قد ايه مهم هذا التواصل مع الداخل، وإن كان طبعا بحذر شديد بكل تأكيد، يعني لتفادي تعريض الآخر لأي ظلم أو خطر، خاصة في بلد كمصر، لكن هذا التواصل قد ايه مهم لتغيير ربما الأمر على أرض الواقع للحد من هذه الانتهاكات، أم أنه هذه وجهة النظر هذه متفائلة أكثر من اللزوم؟ في الواقع تواصلنا المباشر مع أشخاص من مصر أو محاولاتنا بأن نقوم بكتابة تقرير بهذا الوزن يتضمن كل هذه الانتهاكات يبرهن للسلطات المصرية أن المجتمع المدني المعني بالحالة المصرية ما زال قائما، ما زال فيه الروح والحياة بالرغم من كل هذا القمع وكل هذا التسديد من قبل الدولة المصرية. فهو يعطي بشكل أو بآخر رسائل مباشرة وغير مباشرة أننا ما زلنا بالمرصاد، ما زلت نطالب بحقوق هؤلاء المحتجزين والمتهمين وحق الشخص المصري والعربي وحتى الدولي أن يعطي رأيه ويتمتع بحقوقه. نعم ياسمين هاجر، إذن المتحدثة باسم منظمة Committee for Justice، كنت معنا من جنيف، شكرا جزيلا لمشاركتك.